تحياتي لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام جديد. الحقيقة آخر التقليع اللي طلعونا بيها الأبناء أو الابن مصر العاق، أو هو الابن العاق مش ابن مصر العاق، إنه بيستدعي ناس من بره ويقول لهم تعالوا عشان تحاربوا مصر معركتها في صد النهضة. في فيديو غريب جدا وكلام غريب جدا 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 صدر من المدعو أو اللي بيتقال عليه محمد علي. النهاردة في حلقتنا اللي هنفتحها مع حضراتكم وهنبدأها، كل فيديو موجود في الحلقة النهاردة اعتبره أو كلام جديد هيعتبره رد على الابن العاق. خليني بس النهاردة أبدأ حلقتي بضيفي الكريم والكبير الأستاذ الدكتور محمد أبو القاسم، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم ومفوض حملة دعم مؤسسات الدولة في الفيوم. تحياتنا لحضرتك يا دكتور، وأهلا بيك في حلقة جديدة ومهمة من كلام جديد. أهلا وسهلا، زي حضرتك. دكتور، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. عايزة تعليق حضرتك على الكلام الرائع اللي كل مصري في قلبه وطنيته وحب بلده مقابل أشخاص بنشوف منهم عقوق ناحية بلده. هو الحقيقة قالوا لك محووسة يا مصر بسيف شاطر وسيف حارس، محووسة بجيشك ورئيسك، ربنا يعزهم ويعز الجيش المصري اللي هو فعلا بياخد الرصاص في قلبه وفي صدره علشان مصر تحيا وتعيش. ففعلا اسلمي يا مصر لك، احنا الفدا هو بيفديها وهم بيفدوا فعلا بلدهم. وهم دول الرجال فعلا مهما حصل ومهما كان، كلنا لازم يبقى الشكر والامتنان لهذا الجيش ولرئيس هذا الجيش اللي تحملوا كتير علشان مصر. واللي احنا مصر مش قليلة، مصر عند ربنا مصر عظيمة، هي محروسة من عند ربنا فعلا، ومحروسة من ساعة القلعة ما اتبنت اطلقوا عليها المحروسة علشان ما صعب جدا انه اي عدو كان يغزوها طول ما القلعة موجودة وفي الحتة بتاعت القلعة من ايام صلاح الدين. فدي كانت فعلا مصر هي المحروسة. مصر لها طبع خاص، هي ام البلاد ملاذ العباد، هي فيها جبل الطور في سيناء الذي لا يخلو من نظر الرحمن، بها الشجره المباركه اللي هي حضرتك تجود زراعتها في طور سنين وفي طور سيناء، وهي خرجت منها شجره تخرج من طور سيناء. مصدر الشجره المقدسه او الشجره المباركه مش حضرتك، هي خرجت من طور سيناء وبعدين انتشرت في كل الارض، فهي حضرتك مصدرها من مصر. ملك مصر، ملك مصر هو عز. صدى الكلمة مصر جت في القرآن 5 مرات، منها ملك مصر، منها حضرتك اربطوا بمصر إن شاء الله أمينين. فمصر بلد محفوظة من رب السماء. والحاكم مصر ليه قصص إنه ملك مصر ورد في القرآن، فحضرتك أما يورد كلمة ملك مصر في القرآن ده حضرتك حاجة عظيمة. صحيح. معناها إن ربنا نعمة كبيرة وحضرتك ملك عظيم، وقصاد النعمة دي لها مسؤوليات كبيرة. صحيح. انه ملك مصر ده او حاكم مصر او رئيس مصر حضرتك ده حاجة منصب ربنا هو اللي بيؤتي الملك اساسا. نعم. انما في مصر كمان انه بيبقى يعني تحت اعين الله ده فعلا، لانه حضرتك تلاقي دايما ربنا بيحافظ على ملك مصر وعلى حاكم مصر وعلى شعب مصر. يعني حضرتك كان ملك ومش ملك ذو دين قبل الأديان، حضرتك أيام سيدنا يوسف. تمام. وجاله رؤية حضرتك بال7 بقرات العجاف والسمان عشان ينقذ مصر وينقذ العالم. فحضرتك مصر في التتار أنقذت العالم كله من التتار. مصر في العصر الحديث أنقذت العالم كله من حروب الجيل الرابع والخامس اللي كانت هتؤتي على، والإرهاب كان هيحصد كل الدول، ما كانتش مصر بس المقصودة، كان العالم العربي كله والأوروبا. فحضرتك فده مهم جدا إن 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 مصر محفوظة إلى قيام الساعة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إحنا عايزين نتكلم النهاردة بس قبل هستأذن حضرتك إن إحنا هنشوف رئيس مصر اتصرف إزاي مع المشكلة، إن إحنا دور المخابرات عامة تعاظم في الوقت الحالي لأن بنتعرض لحروب غير تقليدية. كان حضرتك الحرب قبل كده المخابرات الغرض منها ان حضرتك مثلا بتشوف حضرتك عميل، بتشوف حضرتك حد تجنده، بتشوف عملية بتأمنها، انما حضرتك ان الدولة كلها
تبقى دولة حضرتك بتدافع عن كيان أمة وكيان أمة العربية كلها، ده يلزم حضرتك فكر غير عادي. نعم. انت كنت مهددة في المية بتاعتك، بيهددوك حضرتك في أي وقت أنه يحصل أي مشاكل. نعم. 100 مليون الشعب بتاعك تم الضغط عليك حضرتك بسوريا، أنه في لاجئين من سوريا 5 مليون، حضرتك من ليبيا، حضرتك من صحيح. السودان صحيح. من حضرتك ده من أثيوبيا نفسهم وصلوا هنا حضرتك موجودين. حضرتك منين ده كله؟ فحضرتك لازم ربنا تدخل انه حضرتك سخر لنا الجيش المصري وسخر قائد للجيش المصري الرئيس السيسي انه تعامل مع هذا المشكله بطريقه غير مباشره، اللي هو الفكر خارج الصندوق اللي بيقولوا عليه. تمام. ايه اللي حصل؟ حضرتك جه الرئيس وقال لك مفيش وقت، لازم نشتغل اكتر. تمام. فالناس ساعتها مفيش وقت لايه؟ يعني ما كناش فاهمين ايه مفيش وقت لايه؟ شبكه الطرق بتغطي الدوله المصريه من الشمال للجنوب. تمام. من الشرق للغرب. بتوفر الوقت، ساعد في انتشار القوات المسلحه تغطي ارض الوطن، وده وقت اي فتنه كانت موجوده وكانت هتقضي على الاخضر واليابس. فحضرتك ده انجاز، انجاز مخابراتي وانجاز عسكري. نجح في حمايه مصر من السقوط. مفيش وقت، عايزين نوفر. نوفر ايه؟ 100,000 فدان صواب. طب ايه 100,000 صواب صناعيه؟ حضرتك احنا شايفين تغير المناخ في الاوقات الحاليه، وشايفين حضرتك الخضروات كانت الاسعار بتاعتها، احنا شايفين لبنان دلوقتي وال يعني لو بنبص كده على الفيديوهات تبص على لبنان عامله ازاي دلوقتي. تمام. مش علشان بس مشكله اصلاح اقتصادي، وعشان وفرت محاصيل، لان التغيرات المناخيه دي اثرت على المحاصيل. نعم. فحضرتك خط دفاع اول توفير القوت اليومي للشعب، اللي هو حضرتك الحاجات الخضروات، الحاجات بتاعه المائده، الحاجات العاديه دي توفرت فعلا بوفر، احنا ما بنلاحظش فيها تذبذبات عاليه. ليه؟ لانه في عندك 100,000 فدان، انت عارف انتاجهم دول ايه؟ اكتر من 1,000,000 فدان عادي اتوفروا وموجودين في السوق، حضرتك بيدعموا الاقتصاد المصري. حضرتك طيب عندنا وفره دلوقتي في محاصيل كلها جنب مطارات للتصدير، ما بيتفتحش التصدير الا لو السوق المحلي مستكفي. حضرتك ده اعجاز. صحيح. ده حضرتك برضو انجاز. حضرتك الكهرباء، مشكله كهرباء والكهرباء عماله تقطع، تم توفير كهرباء لجامع لكامل الجمهوريه المصريه. لا وبالايه؟ عندك فائض بتصدري. نعم. النهارده حضرتك هنشوف رئيس الوزراء بتاع اليونان انه حضرتك نزل تويتر النهارده، على تويتر قال لك ايه؟ قال لك انه بيعتز بالشبك بهبط مع مصر، وده يعتبر يعني خطوه للامام وخطوه ناجحه انه يتم الارتباط الكهربائي بين اوروبا وبين مصر عن طريق الكابل ده. الكابل ده هيشيل لغايه 2000 ميجا وات. حضرتك دي عظمه، ده عظمه مصر. طيب مشاريع ثروه حيوانيه، توفير يكفينا عند حضرتك يكفيكي سنه. تمام. عندك حضرتك ثروه حيوانيه تكفيكي كمخزون استراتيجي. تمام. مشاريع عملاقه في كل اتجاه بتوفر، بتمتص العماله اللي عندك. تمام. وبتوفر اجور وبتوفر معيشه للناس. حضرتك ميه، طيب عملنا ميه، محطات تحليه. صحيح. كنا حضرتك عندنا قبل كده بيوفر 10 مليون متر في اليوم، لا وصلنا لايه؟ وصلنا بعد كده وفرنا 10 مليون برضو على السنه، ندخل في 5-6 مليار متر مكعب ميه. ده حضرتك مياه للشرب، زائد بها تحليه، زائد حضرتك ان احنا عملنا اعاده ايه حكايه الصرف الصحي وتحليه المياه. صحيح. ده حضرتك محطات رهيبه بتتعمل. الكلام ده كله ليه؟ حضرتك وتبطين الترع، وفرتي حوالي 15 ولا 20 مليار متر مكعب من الهدر اللي كان موجود من 50 بتوعك. فانت حضرتك حضرتك بتستعدي. اما انت حضرتك قفلتي الطابلو كله، ما بقاش فيه مجال للعب مع مصر. ده كلها اعمال مخابراتيه، انت مش هتضرني بحاجه بس هتضر علاقتك بيا. انت لو ما وقفتش معايا انا مش هضر، انا مش هسقط. مصر لن تسقط. يبقى حضرتك احنا عملنا ايه دلوقتي يا رئيس؟ رئيس كل الاغراض بتاعه العدو او المؤامره الصهيونيه، جيش، تسليح الجيش، والجيش دلوقتي حضرتك بقى جيوش المصريه يقدر يسد فرض. احنا كلنا شفنا ليبيا وشفنا اردوغان والضغط الشديد قبل كده، وضغط من اثيوبيا في نفس الوقت. صحيح. وبعدين اردوغان كانه مش موجود. ليه؟
متخيل ان احنا حضرتك ان الجيش المصري او حضرتك صنع القرار في مصر بيخضع لاي تاثيرات خارجيه؟ لا، صنع القرار في مصر لا يهتم الا بشعبه وحمايه شعبه ورضا ربه فقط لا غير. مش عايز حاجه، مش عايز يتقال انه كذا، لا هو عارف مصلحه شعبه فيه. صحيح. فقال للشعب انت اطمن، مش هينقص متر مكعب ميه واحد، مش هينقص نقطه ميه واحده، خلاص هو عارف بيعمل ايه. حضرتك لقينا دلوقتي اردوغان راح جاي ليبيا تاني. صحيح. وبعت وزير الدفاع بتاعه. تاني يوم لقينا ايه اللي هو عباس كامل راح هناك. اردوغان اما بعت وزير الدفاع نزل في القاعده الحربيه وما قالش للاخوه الليبيين انه جاي. وحضرتك مشي في القاعده الحربيه خلف الاسوار. اللي هو عباس عمل ايه؟ لا نزل حضرتك استقبلوه الليبيين، مشي في طهابلس في شوارع طهابلس حاليا. لان احنا مش عايزين اصوات تحمينا، احنا في قلوب الشعب الليبي هو بيحمينا. صحيح. فحضرتك مشي في وسط ليبيا وفي وسط بتاع لانه ممثل الرئيس المصري الرئيس السيسي. نعم. محبوب وبيحبوه من يوم حضرتك مع رؤساء القبائل جم هنا. هنتكلم على الحاجات دي كلها. الكلام ده كله مش معناها انجازات بس. لا، انجازات فيها حضرتك حاجه للبلد نفسها، الاقتصاد بتاعك اتحسن جامد. كل المشاريع دي كلها دخلت في الميزانيه بتاعتك وفي الاقتصاد بتاعتك، بقت حاجه اساسات اسيتس موجوده عندك. الكلام ده كله موجود، اصول موجوده في الدوله المصريه. نعم. لو اتعملت النهارده تتكلف 10 اضعاف. زائد حضرتك كورونا، حضرتك ربنا وفقك وتغلبت عليها. صحيح. والاقتصاد بتاعك ما وقعش فيها وحصل نمو اقتصادي فيها. زائد انك بنيتي جيشك، بقيت قوه عظمى حاليا مصر. نعم. زائد ان حضرتك هتتغلب على كل المشاكل لان عندك حضرتك الاساسيات بتاعتها. جيشك ما دخلش في مغامرات حضرتك، لا جيشك محتفظ بقوته. نعم. يقدر يحمي الامن القومي المصري، يقدر يحمي الامن القومي العربي. حاليا احنا شايفين الضغوط على الخليج، وخاصه ان الولايات المتحده بتسحب الاسلحه بتاعتها من هناك، الدفاع الجوي بتاعها. الجيش المصري موجود ومستعد على هيبه الاستعداد، ما حدش يقدر يقهب من الخليج طول ما مصر موجوده باذن الله، وربنا ان شاء الله هو اللي حاميها، ورئيس السيسي موجود ان شاء الله. ده كله نحتفل بيه ونقول تحيا مصر. طيب خلينا نشوف مع حضرتك اول فيديو في الحلقه بتاعتنا ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. ربنا بجد. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. الحقيقه الفيديو اللي احنا شفناه مع حضراتكم ده ابسط رد من كلام جديد ومني انا شخصيا للاخ اللي طلع على السوشيال ميديا وناشد كل العالم انه ينقذ مصر لان جيش مصر مش قادر على حمايتها. اديك سامع وشايف الرئيس وهو بيقول لك مصر لا، مصر لا، مصر لا. والحقيقه مش غريب عليك لان احنا برضو الاخوان في رابعه وقفوا نفس وقفتك دي واستدعوا امريكا واستدعوا الامم المتحده للتدخل في مصر وانهم ينقذوا ويرجعوا الشرعيه اللي هم بيتكلموا عليها. خلينا نشوف او اديك شفت هم فين ومصر دلوقتي بقت فين. دكتور، الفيديو اللي احنا شفنا الرئيس وهو دايما في ظهر مصر وبيقول مصر لا. حضرتك اول حاجه في الفيديو ده بنشوف رئيس السيسي كرجل ابن مصر. نعم. قال انا منكم، انا زيكم، بيدافع عن وطنه. قال لك قبل كده انا بحب بلدي وهبنيها وما بخافش من حد، هبني بلدي يعني هبني بلدي، ما عنديش خطوط حمراء، انا اللي بحط الخطوط الحمراء لان انا معايا الشعب، معايا الجيش، معايا البلد حضرتك، وانا مصر لازم تعدي المرحله دي. فبيقولوا هتسقط مصر او هتسقط زي البلاد اللي حواليها. قال لك مصر لا، يخسرها على البلاد اللي حوالينا. طيب. يخسرها على ليبيا، يخسرها على سوريا، يخسرها على اليمن، يخسرها على العراق، خسارة على البلاد ديت، لان حضرتك شعبها ما وقفش مع جيشها. صحيح. لو شعبها وقف مع جيشها ما كانش حد قدر يخش في البلد، ما كانش قدر تعمل كده، ما كانش حد سكت. صحيح. لان الشعب ما وقفش مع الجيش. رئيسها هي ام البلاد وام الدنيا وملاذ العباد. مصر جميله، مصر محروسه، مصر اللي يحبها لازم تحبه، وهي بلد ما بتنساش اي حد يحبها ويديها، هي بلد كهيمه وبلد عطاءه. ده اول حاجه. رئيسها راجل مؤمن متواضع، وقت الازمات بيقول ايه؟ يعني حضرتك احنا شفنا رئيس كان ضغوط، وهنشوف دلوقتي فيديو
حضرتك مطلوب فلوس، مطلوب حضرتك شركات البترول كان وقت أزمة البنزين. صحيح. وهنشوف الكلام ده ما هايس. بيقول لك ما معناش نعمل ايه، دعينا ربنا. يعني ده اقوى سلاح موجود حضرتك. الناس احنا بلد حضرتك متدين، سواء مسلم سواء مسيحي، احنا حضرتك بلد متدين، بلد ليها دين. ليها دين يعني ايه؟ ليها رب بيحميها. حضرتك بنسأل ربنا وقت الحاجة، ملناش الا ربنا. فقال لك دعينا ربنا. رئيس واقف، رئيس مصر حضرتك في وقت المشاكل، قال لك فيش مشاكل، احنا دعينا ربنا. دعينا يعمل ايه؟ يساعدنا، يعطينا، يرزقنا، يكرمنا، ينصرنا. لازم ينتصر. يعني حضرتك واحد عبد من عباد ربنا وقف وقال، وهو في ذلك قال يا رب، خلاص هينتصر. صحيح. لانه مؤمن. فاهم؟ مش اي حد بيتكلم هذا الكلام. عمرنا ما شفنا حاكم لمصر عنده الايمان ده. رئيس شخص حضرتك لابد ان تحبيه ولابد ان تؤمني ان الراجل ده راجل حضرتك ربنا بعته دلوقتي للدفاع عن مصر. اديك شايفه المؤامرات عندنا، شوفي البلد عامله ازاي، احنا كنا نروح فين. فحضرتك ده 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 قال لك يا خساره على البلاد اللي اتكسرت واتقسمت، يا الف خساره، حزين على العالم العربي وعلى اللي حصل فيه. فحضرتك قال لك ايه؟ مصر لا. وحضرتك الصدق في كلماته، مش رئيس واقف صادق، قال لك مصر لا، مصر مش هتتمس طول ما انا عايش، وان شاء الله هيفضل ربنا يحميه ويحمي بلدنا فعلا هو وجيشه. قال لك اللي هيقهب هيشوف. وبعدين رئيس رجل المخابرات قال لك انا هسيبه يقهب؟ لا، قال لك اللي هينوي اللي هيفكر يقهب هيشوف. مش هستناك اما تيجي هنا، لا ده انا هحاربك عندك. وده اللي بنشوفه. اي حد ناوي او تدخل في مصر او تدخل في شؤونها ربنا بيعاقبه هو مكانه. واحنا شفنا بلاد محيطة لنا ايه اللي حصل لها. فده حضرتك احنا ربنا واقف معانا، لان مش بنعمل شر، قال احنا بنعمل خير. احنا ما بنحتلش بلاد جنبنا، ما بنستوليش على ارزاق شعوب جنبنا، ما بنعملش زي تركيا والبترول الليبي. احنا قلنا للاخوة الليبيين احنا تحت امركم. احنا هندخل ليه؟ قال لو امرت الجيش ده يخش ليبيا هيخش، بس هيخش والاخوه اللي بيين قبلنا. صحيح. على الدبابات وعلى حضرتك على المدرعات، واول ما هنخلص هم يؤمرونا نخرج، انما ليبيا للليبيين. ما حصلش الكلام ده من اي حضرتك رئيس دوله في العالم. ما بيحصلش. فاحنا ده حضرتك تعليم واعداد لجيل الجمهوريه الجديده. والحضرتك احنا ده الكلام ده كان في الكليه الحربيه. الكليه الحربيه رئيس بينتقي دلوقتي حضرتك الطلبه، حضرتك بيشارك في الامتحانات بتاعتهم عشان يختاروا. صحيح. بيعدهم حضرتك، لانه بيزور دايما الكليه الحربيه مره واثنين وثلاثه اثناء العام الدراسي علشان يطمن عليهم ويتكلم قدامهم ويفهمهم ايه الوضع. ده ما كانش بيحصل ابدا، الاهتمام بالبراعم ديت، عشان هم دول اللي هيبقوا بعد كده اللي بيدفعوا دمائهم عشان يحموا وطنهم. نعم. كل التقدير للجيش المصري، كل التقدير للرئيس المصري، وبنقول له احنا بنحبك وربنا يوفقك ونحسبك على خير ان شاء الله. وان شاء الله هتنتصر، لانه حضرتك ما فيش حد دعا ربنا بايمان وربنا خذله. نعم. فهتنتصر. صحيح. ان شاء الله ربنا هينصرنا، وان شاء الله ربنا هينصر الرئيس. وخلينا نتابع مع حضراتكم الفيديو اللي جاي ده، ونرجع ناخد تعليق من ضيفنا الكريم. شفنا مع حضراتكم الفيديو اللي فات، ولو اتكلمت عن الدروس المستفادة من الفيديو ده، أو لو قدرت ألخص مع حضراتكم الفيديو ده، الرئيس كلم عن أو وذكر المثال للوزير أو المهندس شريف إسماعيل، وقال العمل في صمت، وقال إن لو حتى إحنا ما قدرناش نكافئ المهندس شريف إسماعيل، وأكيد زي ما كان الرئيس بيتكلم على المهندس شريف إسماعيل، أكيد في نماذج تانية جوه الوزارة وبره الوزارة وفي كل مصر زي المهندس شريف إسماعيل بيعملوا في صمت. والرئيس قال وذكر قال إن البلاد ما بتبناش بالجعجعة والصوت العالي والكلام، ولو هو ده اللي بياخد حقه تبقى دي مشكلة في مصر. كمان الرئيس اتكلم عن إزاي البلاد اللي بيبقى معاها او بيبقى لنا معاها مصالح مشتركه
ممكن حادثة زي حادثة ريجيني دي توقع بيننا وبين إيطاليا، ولكن شكر إيطاليا على وقفتها وقال إن الوقفة دي إحنا مش هننساها، وعزى أسرة ريجيني في الاحتفالية الخاصة دي. كمان الرئيس اتكلم وقال إن البلاد ما بتتبنيش بالكلام، البلاد بتتبني بالصبر والعمل. أخيرا ذكر الرئيس وقال وهي دي قضيته من ساعة ما تولى الرئاسة، وهي فكرة الرهان على وعي المصريين، وأنه المصري الوحيد اللي حافظ على بلده وسط كل اللي بيحصل ده. دكتور الفيديو ده مهم جدا، عايزين نقف مع حضرتك عنده ونسمع وجهة نظرك وتحليلك للفيديو. أول حاجة هو كان بمناسبة افتتاح حقل زهر للإنتاج. نعم. فأول حاجة ده كان ملحق بالفيديو اللي فات على طول. علشان نقول للناس أهو حضرتك الناس بتفهم هل دعاء الحاكم بيتنفذ ولا بيتنفذش؟ نعم. بيتنفذ. قالك يا رب ادينا، يا رب اقف معانا، يا رب ارزقنا، يا رب كرمنا. تم رزق حضرتك، اكتشفوا حضرتك اكتشاف الغاز ما كانش اكتشاف، احنا كان عندنا ابار غاز بس بسيطه. نعم. حركة الحقول والشرق المتوسط والكلام ده حاجات جديده. فتم اكتشاف الغاز، ومن ساعتها تم تغير الفكر العام عن مصر وحضرتك الاقتصاد المصري، وكل ده اتغير من ساعه اكتشاف ثروات الغاز وثروات البترول اللي عندنا حضرتك في مصر وان شاء الله في حوض البحر الشرق المتوسط. فتم حضرتك المنطقه حطها في منطقه تانية خالص. نعم. ده اول حاجه. فحضرتك ففعلا ربنا ادانا وربنا سهل واكتشفنا الغاز، واكتشفنا الغاز في عهد الرئيس السيسي. الكلام ده هيتكتب في التاريخ انه تم اكتشاف الغاز في عهد الرئيس، في عهد الرئيس السيسي. ده يبقى حضرتك في كتب التاريخ مكتوب. ده اول حاجه ربنا ستر بيها الشعب المصري وعزه، وربنا يعز دايما مصر. تاني حاجه تاني حاجه رئيس بنشوف رئيس مع رئيس الوزراء السابق بيقول له شكرا رئيس ليه، شكرا رئيس ليه. ده حضرتك وسام. نعم. وسام من رئيس الجمهوريه لرئيس الوزراء، وكمان قال له ان دي مش مجامله. قال له ورئيس رجل متواضع بيقدر رجاله، وده كفايه، ده كفايه انه حضرتك كده، ده كفايه وشرف لاي شخص بيعمل مع رئيس انه عارف انه لو اشتغل لمصلحه البلد وادى للبلد البلد مش هتنساه. نعم. وده حاجه جميله جدا. نلاحظ انه رئيس الوزراء السابق والاسبق حضرتك بيبقوا موجودين مع رئيس في المناسبات، وبيدوا لغايه الان ممكن بيدوا في اي حضرتك موقف وضع مكان وحضرتك بيشغلوه وبيظلوا يدوا للبلد بتاعتهم. فقال له كمان حاجه ما تصدرش من ما يعني ما صدرتش قبل كده من اي رئيس عادي، لا الرئيس ده رئيس بيعرف ربنا، لانه قال له ايه؟ لو ما قدرناكش في الدنيا ربنا هيقدرك، هو اللي هيقدرك. لانه قال له انا مش هقدر اعمل لك يعني ايه في قوانين، ومش هقدر اكافئك المكافاه اللي تستحقها. نعم. فاللي هيقدرك اللي ربنا هيقدرك بيها. ده حضرتك معنى جميل، معنى لوحده كده يبعث لاي حد انه يحب البلد دي. صحيح. انه رئيس البلد بيدعي له، يعني طب عايزه مكافاه اكتر من كده ايه؟ طيب ده اول حاجه. تاني حاجه شركه ايني ومهندس كلاودي وحضرتك الشكر بتاعه، واحنا تناولنا هذا الموضوع، انه قال له ان حضرتك دايما بنعرف انه المخابرات الاجنبيه بتحاول الوقيعه بين البلاد اللي معاها مصلحه مع مصر. فحضرتك بنلاحظ الكلام ده في اي بلد، انه تلاقي وقيعه حصلت كل شويه اشاعات على حضرتك، على الامارات، على السعوديه، حضرتك على اخر حاجه المشير حفتر كان اليومين اللي فاتوا كده في قال لك في خلافات مش عارف ايه. نعم. شفنا اللي هو عباس كامل في ليبيا حضرتك، وقابل حضرتك في الزياره بتاعته وقابل مش وابتدى على طول بعدها حضرتك كان في حضرتك معلومات انه في تسللات ارهاب حضرتك عن طريق الحدود مع الجزائر. أيه. ومع تشاد، فدمع قفل الحدود مع تشاد والجزائر، ووقف الجيش الليبي عشان يحمي حضرتك العمق الاستراتيجي بتاعه مصر، ومصر تحمي العمق الاستراتيجي
الاستراتيجي بتاعها ليبيا. نعم. حضرتك فعشان كده اجهزه المخابرات حوالينا كتيره جدا ومش ساكته. نعم. فتم اليومين اللي فاتوا حاجه بنشير ليها بس، انه رئيس ادى تعليماته انه المخابرات الحربيه ما بقتش اسمها المخابرات الحربيه، بقى اسمها هيئه الاستخبارات الحربية، وده مضم ليها عشان تنجح، تم ليها فروع كتيرة عشان مع مناسبة نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. فحضرتك احنا الحمد لله رب العالمين مع افتتاح الأكتاجون ان شاء الله في نقلة تانية، بنتعامل بطريقة تانية، بنتعامل مع جمهورية تانية، بمخابرات تانية، بجيش تاني، بحضرتك بحكومة تانية. احنا يعني في انتصارات، دي كلها انتصارات في ظل الظروف ديت، عمال لو ما فيش ظروف كورونا وما فيش الظروف المحيطة دي بينا كانت مصر ضاعت يعني. صحيح. الحمد لله رب العالمين. تاني حاجة كان علينا 6.3 مليار دولار لشركات البترول. حضرتك الاحتياطي بتاع البنك المركزي ضاع، انه كل شهر بندفع، احنا فاكرين الفترة دي. صحيح. مليار و300 مليون او مليار و200 مليون بندفعهم ايه دعم عشان مشتقات البترول. صحيح. تيجي فشوفنا الاصلاح الاقتصادي، والاصلاح الاقتصادي كان عمل في ايه في مصر؟ عمل ايه في مصر؟ نوفر حضرتك الفلوس لكافه بقى المشاريع اللي بنعملها ديت وللناس، وحضرتك بقى ما فيش صدمه اقتصاديه كانت هتحصل. صحيح. دلوقتي في ظل الظروف الحاليه وفي ظل كورونا كان هيبقى انهيار. تلاقي بقى برضو رئيس رجل افعال، لانه بيتناول الدين، يقول لك انا قعدت، قالوا لي في 6.3 مليار دولار، قعدت مع رؤساء الشركات قالوا لازم حضرتك تتعهد لنا بيها، كانه دين شخصي عليه يعني، حضرتك شايل هم البلد يعني. حضرتك اسمعي صوته، 6.3 مليار كانوا علينا وكان دين لازم يتسد، وقالوا له ده لازم يتسد فورا، ولازم قعدت معاهم وابتدى نعمل اصلاح اقتصادي، اتسدد كامل الدين لشركات البترول، وتم بقى حضرتك رياض الجاز، وهنشوف دلوقتي حضرتك وربنا عزنا وبقى عندنا منتدى غاز المتوسط، وابتدينا حضرتك مصر بالمشاريع العملاقه اللي عملتها دي، مصر بلد عظمى دلوقتي. عشان كده الناس عايزه تكسر الانجازات دي باي طريقه، عايزه تهد البلد ديت. صحيح. ان شاء الله. عشان كده بيقول لك مصر، لا مصر مش هتتهد. صحيح. فده حاجات مهمه جدا لازم نعرفها، ولازم نعرف نثق بجيشنا، نثق في ربنا اولا واخيرا، ثم في جيشنا، ثم في رئيسنا، في قيادتنا، في حكومتنا، لان التلاحم ده مهم جدا في المرحله. ما نخليش، نديش فرصه لاي متسلل، اي واحد بينا عايش حتى بينا. صحيح. خلاص ويتكلم كلام مش مظبوط، لازم كلنا ندافع عن جيشنا وعن رئيسنا علشان نعدي المرحله ديت، وان شاء الله في نصر دايما باذن الله. ان شاء الله. خلينا نتابع مع حضرتك ونتابع مع حضراتكم الفيديو اللي جاي ده، ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. تابعنا مع حضرتكم الفيديو اللي فات، وعايزين نسال دكتور تعليق حضرتك على الفيديو ده. ده حضرتك فيديو عباره عن الخطوات اللي تم بها اكتشاف الغاز ومنتدى غاز الشرق المتوسط. نعم. منتدى غاز الشرق المتوسط ده يعني زي كانه زي منظمه اوبك. حضرتك الرئيس استبق الاحداث، ابتدى حضرتك اتفاق على تاسيس منتدى الشرق المتوسط للغاز في جزيره كريت 10 اكتوبر 2018. احنا شفنا قبل كده الرئيس اول ما حضرتك المهندس شريف اسماعيل قال له ان حضرتك شركه ايني اكتشفت ان ممكن يكون في المكان ده في حقول غاز وابتدى في حقل كبير، قال لك هاتهولي يعني، هاتهولي رئيس الشركه كلاود. وحضرتك ابتدى حضرتك على طول دم الدفع بان الشركه تختصر الوقت لانتاج الغاز. لو سمعنا الفيديو كده بالتفصيل هيقول لك ايه؟ هيقول لك عشان مصر استبقت الاحداث، وحضرتك الرئيس ضغط في الوقت، وحتى قال لك نزود شويه يعني حتى لو مصاريف بسيطه بس ننجز في انتاج الغاز. لا، عشان حصل اكتفاء زادي تاني سنه على طول، اكتفينا من ووقفنا استيراد الغاز عشان فاتوره الغاز كانت ضخمه جدا. كل خطوه بنعملها بيجي اللي هم انت مش قلتي الاول، محروسه يا مصر من الخاينين ومن الضالين ومن الخلق اللي بين اهاليكي مدسوسه، هم حاجتين، اعداء في الداخل واعداء في الخارج. صح. هم حضرتك الخلق اللي بين اهاليكي مدسوسه، الاصوات النشاز اللي بتسمعيها، الدنيا ماشيه، الدنيا حضرتك تبقى زي الفل، حضرتك شايفين انجازات كل. صحيح. يوم حضرتك، هم ربنا عاميهم عن انهم يشبه بيحبوش بلدهم، فهتعملوا لهم ايه؟ صحيح. والخاينين والضالين اللي قاعدين بها عمالين حضرتك ايه، خاينين وضالين لبلدهم.
فحضرتك بلد راعتك 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، اكتر من كده ايه، وبتضرب فيها وفي جيشها، يبقى حضرتك اللي مهنت اللي هانت عليك بلدك، هتحرص على صحيح اشخاص صحيح. انت حضرتك مش بلدك نفسها هينة عليك. البلد اعز من الاب والام والابن، هي لان هي الوطن الاساسي اللي انت اتولدت فيه. حضرتك دي بلدك، ده وطنك، خاصه لو مصر. مصر مش سهله ولا قليله. فبنشوف حضرتك رئيس استبق الاحداث وراح تاسيس منتدى شرق المتوسط، قلناه 10 اكتوبر 2018، 14 يناير 2019 اعلان عن منتدى غاز شرق المتوسط في القاهره، وده ضم مصر واليونان وقبرص والاردن واسرائيل وايطاليا وفلسطين، وحضرتك الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي كانوا مراقبين، الامارات كانت مراقب، واحنا بنشوف دلوقتي حضرتك العلاقات مع قطر برضه بتحسن، وقطر عندها غاز برضه، ونشوف الدنيا. مصر بقت جاذبه لاي بلد دلوقتي، انت حضرتك متحكم في الغاز بانتاجك، انت اكبر بلد عندها غاز حاليا في حضرتك في الشرق الاوسط، وحضرتك عندك غاز وعندك المصانع بتاع اللي بتسيل الغاز، فحضرتك ده حضرتك اللي مش عارف قيمه بلده يعرف الكلام ده ويسمع المعلومات دي. فارتفعت الصادرات المصريه مع ابتداء انتاج حقل ذره، وقفنا الاصطياد، تحول بها المنتدى الى منظمه اقليميه حكوميه مقرها القاهره، ده حضرتك مهمه جدا، تكتل اقتصادي اتعمل، تم تاكيد كل الاجراءات لترسيم الحدود بين قبرص واليونان ومصر، رفض كل الادعاءات للترسيم بين تركيا وليبيا لانه الكلام ده مش ماشي مع القوانين الدوليه. صحيح. تم عقد اتفاقيه مشتركه بين اليونان وقبرص ومصر للدفاع عن حقول الغاز حضرتك، واتفاقيه مجال الدفاع، وهنشوف دلوقتي رئيس الوزراء اليوناني وتعليقاته على الكلام ده، وتاكيد الدفاع المشترك، تاكيد التعاون بينه وبين مصر، تاكيد التعاون في الغاز، حضرتك تأكيد حضرتك ترسيم الحدود بيننا وبين قبرص وبين اليونان، حضرتك الكلام ده مهم جدا، مهم جدا في اكتشافات البترول اللي جايه، اكتشافات الغاز، حضرتك شرق المتوسط عائم على بحيره من الغاز والبترول. تم حضرتك حكايه المصانع بتاع الاسال اللي كانت متوقفه وكانت معطله، حضرتك تم تشغيلها. كل البلاد حضرتك دلوقتي بتجيب الغاز بتاعها لان ملهاش منفذ اخر، لازم تجيبه، يحصل اساله هنا في مصر علشان حضرتك يتحمل على السفن وعشان يتصدر. فمصر حضرتك كموقعها بقت موقع استراتيجي جدا للغاز المكتشف حديثا، من الشرق كمان، كل البلاد بلا استثناء لازم تجيب لهنا. ده مهم قوي. وعشان نحمي بقى الغاز دوت لازم حضرتك نعمل ايه؟ عشان نحميه هنشوف عملنا ايه؟ اي حاجه حضرتك، كان الاخوان او كان حضرتك الاعلام العار اللي بقى اللي في الخارج، حضرتك دول اساسا ناس اولا غير مثقفين، ده اول حاجه، باعوا وطنهم، بيتكلموا بطريقه مسيئه لنفسهم اساسا ولبلدهم. صحيح. ذكرهم اساسا عار، فانه هو يجيب سيره مثلا الجيش المصري، هو انت مش مصري اساسا، انت ليه بتتكلم يا فلان انت، ولا يا علان، يا محمد، يا علي، ولا يا ناص، ولا يا اسمه ايه التاني ده، معتز خلاص اعلن وقف برنامجه، هو اساسا حضرتك ليه تاني. لان حضرتك تركيا كل شويه بتبتدي تلعب تشوف اللي بيحصل ايه، بتشوف حضرتك قوه، بتشوف حضرتك طيب توقيع اتفاقيه دفاع، التاكيد على الدفاع مع اليونان، اليونان بتقول هنوقف مع مصر في كل القضايا بتاعتها، وحضرتك اتفاق دفاع مشترك معاها، حضرتك في تركيا يعني الجيش المصري داخل في الموضوع مش هيعرف يلعب مع اليونان. صحيح. فعمل لك ايه؟ فطب نبتدي اسكتوا يا يتكلم حضرتك، مين اللي بيسمع محمد ناصر ومين اللي بيسمع معتز؟ ما بيسمعهمش الا ايه؟ الا واحد مريض. صحيح. لانه حضرتك اللي يسمع في على بلده وعلى العظمه اللي هي فيها دلوقتي، حضرتك انت مش فاهم، هم كان كله اضرب 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 السد الفتره اللي فاتت. صحيح. ليه؟ لمسانده ابي احمد. ابي احمد النهارده تجري اسر 3000 جندي اثيوبي عندهم مبهدلاهم، واسر اريتريين من جنود الاريتريين برضو بتوع اريتريا في تجري، حضرتك الجبهه الديمقراطيه لتحرير تجري قلب الدنيا. صحيح. وحضرتك وقعوا طيارات اثيوبيه في تجري، حضرتك دي بلد منهار. ان حضرتك عايزاني اتدخل عشان اوحدها،
يعني هم حضرتك بيتكلموا ليه؟ لان هو ابي احمد عميل للصهيونيه العالميه، فعمالين يعملوا عليك ضغط عشان تسانديه. طب انا اهو هسانده بدم الناس وبدم ولادي، يعني هي الغاض الوحيد لمساندته. يعني حضرتك هدم السد، انك انت تخبطي السد بصاروخين يقع شويه هنبتدي نفس الكلام، حضرتك ملوش اي فايده. السد في مكان منخفض، حضرتك قلنا انه حضرتك اهم حاجه الدفاع عن الشفقه الفشق، والدفاع عن جنوب، عن حضرتك الولايات الجنوبيه للسودان. النهارده رئيس البرهان بيؤكد على ذلك، واحنا بنقول للشعب السوداني وهنسمع الكلام ده دلوقتي في السودان، الشعب السوداني اذا ما وقفتش ورا جيشك ورئيسك هتنهار وتتقسم، وبعد كده السودان هتضيع، السودان راح منها جنوب السودان ما تضيعهاش تاني. احنا بنقول للسودانيين يا جماعه انتوا دلوقتي السودان ده بلد عزيز وبلد مش هيتعوض، كان 2 مليون كيلومتر مع بعض، راحت منكم جنوب السودان، حافظوا بقى على الباقي، حافظوا على بلدكم. ما فيش حاجه اسمها تقسيم. في حاجة اسمها ماشي زيادة الحريات شوية اللي عندكم علشان في عشان نغطي على المشاكل بتاعت اللي فاتت، انما من الان لازم الشعب السوداني كله يتكاتف مع بعضه، لازم يقف ورا جيشه، لاما هتتفككوا مش هتلاقوا حتة تروحوها. حضرتك احنا الولايات السودانية لو انفصلت السودان انتهى، الخرطوم انتهت. انتوا شعب عزيز علينا وشعب كأننا احنا، ف يعني الواحد بيصعب عليه جدا انه حضرتك السودان يضيع. فالسودان لابد من تكاتفه مع جيشه، لابد من تكاتف من حضرتك الحكومه السودانيه، لازم تقف مع جيشه، لازم كله يقف مع جنبه مع بعضه علشان المرحله دي تعدي على خير باذن الله. وليهم مثل في مصر ويشوفوا احنا عملنا ايه، الجيش المصري عامل ازاي والجيش السوداني بخير. صحيح. والجيش السوداني قوي والجيش السوداني قادر انه يحمي حدوده، يمنع الانفصال حضرتك، يحمي حدوده كويس ان شاء الله. احنا مطمنين لان اثيوبيا ما قدرتش تحرر الفشق، وده حضرتك مهمه جدا انها ما قدرتش تسترجع الفشقه وتستولى عليها. فدي طول ما حضرتك منعت استغلال المياه في السودان مش هيتم استغلالها في اثيوبيا. صحيح. اثيوبيا غير قادره على استغلال المياه لانها محاطه بجبال وصخور فانا دلوقتي حضرتك عمالين ايه؟ اضرب 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 علشان اؤيد ابي احمد الانتخابات، سبناه. حضرتك نجح، نجح ايه؟ انه كان قاطع هناك في فاز الاصوات، فنجح ماشي. ايه اللي حصل بعد ما نجح؟ الدنيا اتقلبت في كل، لانهم رافضينه. فحضرتك ده هو ده كانت الشراره اللي هتنهي على ابي احمد نهائيا. طيب خلينا نشوف مع حضرتك ونتابع الفيديو اللي جاي ده ونرجع ناخد تعليق من حضرتك، نشوف ونرجع. رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، وخلينا نتابع تعليق حضرتك يا دكتور على الفيديو اللي احنا عرضناه. ده الجيش المصري اللي عايز يعرف مين هو الجيش المصري. الجيش المصري حضرتك اثيوبيا الصين حذرتها وقالت لها بلاش الجيش المصري هتطحني، يعني باللفظ ده هتتحولي الى رماد. حضرتك احنا شايفين ان شغل اثيوبيا كله ميليشيات عباره عن حروب بدائيه. يعني حضرتك مفيش اي، يعني لما حضرتك تشوف الصور اللي جايبينها مثلا للعرض العسكري بتاعنا الجيش المصري، انت مش شايفه الجنود من التسليح من المدرعات. اكبر جيش على مستوى العالم حضرتك مدرع، نسبه الجنود تدريع الجنود للمشاة الجيش المصري. حضرتك الرئيس المصري حريص والجيش المصري حريص على تدريع جنوده. صحيح. عشان حضرتك يحميهم. ده حضرتك الناس اللي بتخاف على اولادها، لان اولادنا حضرتك احنا ما عندناش ميليشيات، احنا ما عندناش الجيش المصري متماسك. مصر ليه لن تسقط باذن الله؟ لان جيشها هو من اولادها من كل البلد، من كل المحافظات، كل البلاد. ما عندناش هذا، ما عندناش الموضوع ان في حاجه ولا في بتاع. فهو ده عشان كده جيش اولادنا. احنا بنتكلم على الجيش ليه؟ عشان اولادنا بنحميهم. نعم. بنحمي جيشنا ليه ونقف معاه؟ لان هم اولادنا فيه. فطب ايه المطلوب؟ ما هم اولادنا. فاللي حضرتك اللي بيقول على الجيش المصري اي كلمه ده حضرتك مش فاهم، ده اولا. تاني حاجه ملوش حد في الجيش. ملوش حد في الجيش ليه؟ ما بيساهمش، بيتهرب من التجنيد. حضرتك ملوش، ما بيساهمش في حمايه وطنه اساسا، مش مطلوبين في، يعني حضرتك فاهمه، ما بيخشوش الجيش اساسا.
فحضرتك ده حضرتك مش مظبوط، لا اما عنده مشكله في حاجه في الفيش بتاعه والبتاع مجهم مش عارف ايه ما بياخدهمش. صحيح. انما حضرتك كل واحد ليه حد في الجيش خايف طبعا على الجيش وخايف عليه، ليه؟ لان اولاده فيه، فاولاده واخواته، هو جيشنا ممثل لكل، ما فيش بيت ما فيش حد من الجيش. صحيح. يبقى ازاي بتتكلم عن الجيش؟ ما كلهم فيه. ده اول حاجه. تاني حاجه بنشوف حضرتك ان المناوئات العسكريه من الحاجات اللي قالتها حتى اي بلد دلوقتي باثيوبيا، ان الجيش المصري قام ببعيم مناوره عمليه في السنتين اللي فاتوا دول، في الفتره الماضيه بس. نعم. بعيم مناوره، بعيم مشروع حرب، فقال لك ده بيعكس جاهزيه القوات المسلحه. صحيح. لاي حاجه. المناوره دي عباره عن مشروع حرب صغير، بالعكس ده بتبقى فيها حضرتك مفاجات اخطر من الحرب، انه ممكن يحصل في اي وقت يقولوا اعمل كذا. حضرتك دي بتبقى مفاجأة بيتصرفوا فيها ممكن ما بتحصلش في الحرب نفسه. فحضرتك ده حضرتك تدريبات الجيش وصل للكفاءة أعلى ما تكون منذ 73 لغاية الآن. حاليا الجيش مستعد، عنده جاهزية للحرب أكتر من 73، وده اللي حضرتك بيرعب الناس كلها ورعب دول كبيرة مش أثيوبيا إنه يتدخل في مصر. فمش هتقول لي انت بقى على اثيوبيا اتدخل فيها ولا ما اتدخلش. صحيح. اتدخل فيها وما اتدخلش حسب اللي انا شايفه وحسب ما اللي انا اشوفه، لانه حضرتك احنا بنقول ان الخطوات دي لازم متخصصين، لازم يفهموا ايه الموضوع، ولازم رئيس يقدر ايه هو الخطر اللي علينا، الخطر جاي من مين. احنا انما جيشنا لو جيشنا مش على هذه القدر من القوه والمقدرة ما كانش يقدر يحمي الغاز بتاعنا. ما كانش حضرتك اليونان وقبرص حضرتك حريصين على معاهدة الدفاع، فرنسا معتزة بالجيش المصري ومعتزة حضرتك بمصر وتعاون استراتيجي، وشفنا حضرتك الرئيس ماكرون واستقباله للرئيس السيسي وانه قال انه الاتحاد الاوروبي حريص على تحالف استراتيجي مع ايه؟ مع مصر. ده مهم جدا الكلام ده. مصر كمان فيها ميزة حرص عليها الرئيس السيسي وحرصت عليها الحكومات المتعاقبة، عدم الانحياز. وعدم الانحياز ده من زمان قوي، ان احنا من مؤسسين منظمة عدم الانحياز. وحضرتك مؤسسة عدم الانحياز احنا في يوم نبقى نتطرق لهذا الموضوع، ده حضرتك بيجعل مصر زي سويسرا مثلا. حضرتك انت مش منحازة لبلد معين، انت حضرتك علاقتك مع القوى العظمى كلها متناسقة. انت حضرتك تعاملك مع امريكا، مع الولايات المتحده، مع حضرتك اوروبا، مع حضرتك الصين، مع روسيا، حضرتك كلنا بنتعامل معاهم في السلاح، ناخد منهم سلاح، نتعامل معاهم في تعاون استراتيجي معاهم، تعاون مخابراتي معاهم، انما لسنا في حلف مع اي بلد من البلاد ضد البلد الاخر. صحيح. وده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي ان كل البلاد حضرتك بتحرص عليكي، تحرص على مصلحتك، تقف جنبك تسندك. صحيح. لانه ده حضرتك لان مش من مصلحتها، فعشان كده لما كان حصل اي مشاكل مع مثلا الولايات المتحده ده مش من مصلحه الشعب الامريكي، لان الشعب المصري شعب صديق، وشفنا حضرتك تغير القرار الامريكي، وشفنا رئيس بايدن وهو بيكلم رئيس السيسي. احنا بلد عدم انحياز، احنا من منظمه عدم الانحياز. نعم. ومن البلاد اللي هي مؤسسه لهذا الاتجاه ان احنا غير منحازين. فحضرتك بنشوف دلوقتي الامريكا وهي حضرتك في مواجهه مثلا مع الصين، احنا غير منحازين، لانه الموضوع ده مش مجالنا، واحنا بنقف على نفس المسافه من كافه القوى العظمى. ده حضرتك ما بيفهمش هذا المعنى وقيمه هذا الا الناس اللي بتفهم يعني ايه عدم انحياز. وحضرتك القيمه لهذا الموقف بندفع ثمنه، ده مش ببلاش. صحيح. ده حضرتك بتدفعي ثمنه. تدفعي ثمنه ايه؟ تدفعي ثمنه انه البلاد دي عايزه حلف معاكي وانت رافضه، انت حضرتك ما عندكش اي قواعد اجنبيه لاي دوله. ده حضرتك ده احنا واقفين على الحياد. قناه السويس ممر ملاحي مفتوح لكافه البلاد، لكافه الايه؟ القوى العظمى. ما في الكلام ده بيدي قوه كبيره لمصر. بنشوف روسيا في منطقه حضرتك، في منطقه صناعيه في في, في في قناه السويس. بنشوف حضرتك الصين هتساهم ان شاء الله، الاتحاد الاوروبي، بولندا، كل البلاد ان شاء الله هتساهم في هذا المشروع، وهيبقى نهضه كبيره لمصر باذن الله. هتتحل كل المشاكل، واحنا ان شاء الله منتظرين 30/6 ان شاء الله يعود علينا بالخير، وربنا يسهل ان شاء الله، واحنا مطمنين من دلوقتي وبنحتفل بانتهاء مشكله سد النهضه باذن الله، لان هي من الاول
احنا واثقين في قيادتنا، واثقين ان المشكله دي لن تمثل لنا اي شيء، وان ربنا ان شاء الله ناصر هذا الرئيس وناصر الشعب والجيش ده باذن الله ان شاء الله. طيب خلينا نتابع برضو مع حضرتك الفيديو اللي جاي ده وناخد تعليق ضيفنا الكريم عليه. شفت مع حضراتكم وتابعنا الفيديو اللي فات، والحقيقه ان الرئيس بيرسي مبدا مهم جدا جدا شفناه على مدار فترة حكمه وعلى مدار الأزمات اللي تعرضت لها مختلف الوزارات. شفنا الأزمة اللي تعرضت لها طبعا وزارة الكهرباء، وشفنا رد الرئيس عليها وهو استسهال الحل بأنه يشيل أي وزير بمشكلته عشان يهدي الشعب أو يهدي المشكلة ويمتص غضب الناس. الحقيقة الكلام ده ما حصلش بس مع الدكتور شاكر، احنا لو تابعنا مع حضراتكم وافتكرنا كده الفترة اللي فاتت هنلاقي نفس الكلام برضو حصل مع الفريق كامل الوزير لما حصل مشاكل وحصل حوادث القطارات. في ناس طلعت وكلام وأصوات نادت بإقالة الفريق كامل الوزير، ولكن الرئيس برضو تمسك بالفريق كامل الوزير. والسبب ليه أو الناس اللي حطت علامة استفهام ليه، الرد مع حضراتكم في الفيديو ده، لأن الرئيس ما بيضحيش بالشرفاء. الرئيس رجل واقف في ظهر رجالته اللي شايلين وحاملين هم البلد دي. دكتور، الرئيس بيدي درس للمصريين وبيدي درس لكل واحد، إن مش عشان شوية كلام اتقال أو مشكلة حصلت أضحي بشخص هو بريء كل أو بعيد كل البعد عن سبب إنه يكون سبب في مشكلة زي دي. عايزة تعليق حضرتك على الفيديو ده. هو حضرتك رئيس بيدي رسالة لكل مسؤول، كل مسؤول في أي مكان. نعم. بيقول له إذا كنت، هو في شرط، إذا كنت رجل شريف محترم فاهم شغلك وعارف مصلحة بلدك بتؤدي عملك أنا في ظهرك والبلد لن تتخلى عنك. نعم. فده رسالة لكل مسؤول، كل مسؤول يبقى عارف ان هو لو شريف محترم فاهم شغله عارف مصلحة بلده انه بلده مش هتتخلى عنه. ده مهم جدا. ليه؟ لانه ربنا مش هيتخلى عنه. صحيح. فربنا هينصره. صحيح. ورئيس هينصره والبلد هتقف وراه والشعب هيقف وراه. فده مهم جدا. وده قال انه ده شيله كلام لا يليق بالشرفاء اللي بيفهمه والبهجال، لانها من مصلحه الدوله برضو انه البني ادم ده يفضل في مكانه لانه رجل شريف بيشتغل عارف مصلحه بلده فأأمن على مصلحه المواطنين معاه. صحيح. بنلاقي حضرتك نفس برضو حضرتك بتقولي على الفريق كامل الوزير. حضرتك وزاره النقل مشكله القطاعات، مشكله القطاعات هم وجدوا لها الحلول، وده اللي قلناه من زمان ان احنا عايزين السائقي القطاعات يبقوا زي زمان. احنا شفنا حضرتك حتى في الافلام زمان سائق القطار ده كان حضرتك يشار له بالبنان. نعم. يعني شفنا حتى فيلم احمد مظهر زمان الافلام القديمة كان فعلا رجل ليه مكانه. نعم. وسط المواطنين وحضرتك وسط الناس، ما نسمحش بوجود مثلا متعاطي للمخدرات في وسط سائق المخدرات، ما نسمحش. حضرتك انت بتسوق جهار بكذا مليون، مقطوعات بملايين، حضرتك وشعب ناس عددهم كبير، فحضرتك زي طياره لازم يبقى حضرتك نأمن عليهم معاك، لازم نتاكد من انه الراجل ده محب لوطنه. ده مهم جدا، لان محب لشعبه، لانه حضرتك في ناس ما بتحبش الشعب المصري. نعم. هو مواطن عايش وسطنا وما بيحبناش، ما بيحبش اخواته. حضرتك احنا بنشوف حاجات حوادث مش طبيعيه، بنلاقي قطر بيخش حضرتك في محطه، بيخش في القطر اللي قدامه، قطر واقف وانت جاي وشايفه وداخل في محطه بتصدمه في المحطه نفسها. ده حضرتك ما يعني حاجه من اتنين، لا اما حضرتك مش ممكن انك مش متواجد لانك بتركن في المحطه انت بتخبطه ليه؟ يعني حضرتك ده مهم جدا، ده حاجات بملايين. صحيح. فحضرتك ده ما لا يسمح بذلك. فحضرتك احنا لابد حضرتك هم ابتدينا في الخطه ديت، وابتدى الوزير الحقيقه الوزير كامل الوزير انه يشوف الكلام ده، رئيس بيدي تعليمات. حضرتك حتى هنا بنلاحظ في البساتين انه ما فيش حتى حضرتك تم التعدي على حرم طريق القطر. صحيح. وعربيات ماشيه شايفين القطر وبيدوا له نوع عايزين القطر يقف.
طب القطر هيقف. ثقافة شعب يا دكتور. حضرتك القطر يقول لك القطر يقف ازاي؟ صحيح. والناس بيقول لك قاعدين حضرتك على كراسي على قهوة عايزين القطر يستنى اما يقوموا. نعم. الكلام ده لا يليق، ما ينفعش. فحضرتك تم إصدار قرارات حضرتك بحرم توسيع الطريق، حرم للطريق كويس، نقل العشوائيات لأماكن أحسن، والدولة هتمشي. صحيح. فحضرتك الكلام ده طبعا كل واحد بيشتغل في البلد وعنده الشروط دي صحيح. يطمئن على نفسه انه ربنا مش هيضيعه ولا الدولة هتنساه. طيب. فده مهم جدا، يدي ثقة للمواطن في بلده، يدي ثقة للمواطن الشغال انه حضرتك ما يخافش، انه حضرتك البلد في ظهرك، رئيس في ظهرك. فده مهم جدا، لان الرئيس رجل شايف، رجل عارف، رجل بيشتغل، فحضرتك بيحب اللي بيشتغله. صحيح. وهو لسه ما شفنا الفيديو، هو بيأكد على ان هو لن يتخلى عن الرجال الشرفاء اللي بيعملوا او مصلحة بلدهم رقم واحد في اعتبارهم. طيب خلينا نشوف مع حضراتكم الفيديو الجاي ده ونرجع ناخد تعليق من ضيفنا الكريم علي. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وشفنا مع حضراتكم التقرير اللي فات، وعايزين ناخد تعليق من حضرتك يا دكتور على التقرير اللي زانا. دي القمة الروسية الأمريكية اللي عقدت قريبا في سويسرا. احنا بس بنتعلم منها ازاي مخطط. يعني احنا شفنا رئيس بوتين ورئيس بايدن، فشفنا ان هم اتفقوا الحقيقة على اطلاق حوار ثنائي، تمديد معاهدة استارت السلاح النووية، قالوا لا رابح في اي حرب نووية. نعم. ولا ينبغي اندلاعها، وضع اساس للمواكبه المستقبليه، اعاده السفرين، تحسين العلاقات، بناء الثقه، وحضرتك وضع خطوط حمراء علشان حضرتك يعرفوا ايه الحدود بتاعتهم. حضرتك المعاهده حول اوكرانيا وشبه جزيره القرم انهم يحترموها كويس، يعرفوا ان ده خط احمر بالنسبه لروسيا. صحيح. لان دي معناها حرب عالميه على طول. ده مهم جدا، وهيستأنفوا التعاملات التجاريه. انما حد من الصحفيين الامريكيين سالت بوتين لماذا هذه القمه ولماذا لا يسمح بالتظاهرات في روسيا. سالنا احنا رئيس السيسي قبل كده، قال لك ان انا لو اعرف ان احنا هنبني البلد كنت انا نفسي انزل اقعد في الشارع. صحيح. حضرتك البلاد لا تبنى بالمظاهرات. الغاب حضرتك او المخابرات او الصهاينه العالميه ابتدعت هذا الموضوع لهدم الشعوب. صحيح. روسيا منتبهة، لأن روسيا حضرتك اتلسعت قبل كده وتفكك الاتحاد السوفيتي قبل كده بحضرتك، كانت مظاهرات ويلتسن والقصة بجنيف والقصة دي. فهي حضرتك هو عارف أن الغرب بيضغط عليه في هذا الموضوع. رد عليها رد الحقيقة أنا معجب بيه جدا، أنه حضرتك قال لها أنا هنا علشان لجعل العالم آمن وسالم، لأن قال لها ان حظكم انكم بين دلوقتي زعيمين لاكبر قوتين نوويتين على الارض، انه الاثنين دول المفروض انهم يجعلوا الاجتماع ده يخلي العالم امن وسالم. نعم. يخلي في بيتا مزدهرا لسكان العالم، لكل سكان العالم. يخلي حد من الاسلحه المخيفه لعدم استخدامها، حمايه البيئه المحيطه، حمايه الانهار، الانهار يجب ان تكون نظيفه، البحار يجب ان تكون نظيفه، لا يكون هناك فيضانات او حضرتك او جفاف، الاغذيه كافيه لكل سكان العالم، الرعايه الصحيه للسكان، توفير التعليم للسكان، النظره للمستقبل بالتفاؤل والثقه. نعم. رجاء توصيل هذه الرساله للعالم. ده رد بوتين، وما ردش او بص لها على المظاهرات وسابها ومشي. معناها ان انا عايز اوفر لشعبي الحاجات دي. صحيح. مش عايز، مش هقع في في فخ حضرتك بتاع الغرب، الحريات والمظاهرات. نعم. والكلام ده، لان انتوا حضرتك اول مظاهره، المظاهرات بتحصل ساعه ما بتحصل بتبقى تحت اشرافهم، وبيبقى حضرتك رد فعل عنيف. احنا شفنا حضرتك البوليس الامريكي وحضرتك مع ساعه مقتحم الكونجرس. صحيح. في مواطن موتوه حضرتك ضربا بالرصاص. نعم. وهو مستسلم داخل. صحيح. البتاع هم ماسكينه وهو موتوه. ده ليه؟ عبره عشان كله ينفض. حضرتك ده الحريات اللي عندهم في ساعه كله اتلم. ممنوع حضرتك ده حضرتك الايه الحريات اللي بينادوا. فحضرتك ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها نبني بلدنا، نحب بلدنا. حضرتك ده بوتين وهضه
على الصحفيه دي. فده الحقيقه غض بليغ، الناس معجبه جدا بغض دوت. بيقولوا ان دلوقتي ادي بوتين الحاجات اللي ايه اللي عايز يعملها قصاده بايدن ما قالش الكلام دوت. فده مهم جدا. ده بنعرف ان الحاكم بوتين محبوب في روسيا لانه بيعمل فعلا على رفاهيه المواطن الروسي. الحكام عند حضرتك بنعمل على رفاهيه المواطن حضرتك المصري فعلا. احنا حضرتك كل مشاكلنا ايه؟ الطرق، الصحه، التعليم، الجيش، حمايه المواطن. حضرتك ما عايزين نحمي بلدنا، بنزرع ارضنا، بنزود كميه حضرتك الاراضي المزروعه، بنعمل تحليه لمياه البحر عشان حضرتك، حتى ابتدينا وحضرتك مخطط جديد مصر والسعوديه زراعه جميع الاراضي الصحراويه مع بس بالجدوله مع الوقت. ازاي؟ عن طريق الكهرباء، عن طريق الطاقه المستدامه، عن طريق حضرتك اللي ابتديتي حضرتك هتعملي الطاقه الشمسيه. نعم. حضرتك انت خلاص هتفتتحي مفاعلات نوويه، خلاص مفاعلات الطبعه في 2023 هيبقى عندك طاقه كهربائيه كبيره. عشان كده حضرتك ابتديتي بتجهزي الكابلات اللي عبرها لاوروبا، حضرتك بتبتدي تجهزي ربط مع افريقيا. حضرتك النهارده كمان وزير هي كان حضرتك في جنوب السودان، وده حضرتك حاجه عظيمه جدا انك هتعملي حضرتك نهر النيل. حضرتك في مشروع كبير انه يتم حضرتك السفن التجاريه والسياحيه تبحر من اسكندريه لغايه حضرتك بحيره فيكتوريا. صحيح. فده حضرتك هيحل لنا اولا بحيره فيكتوريا دي غنيه جدا بالميه، بيطلع منها النيل الابيض بيجي منها لمصر. حضرتك احنا في تنزانيا فيها نهر اللي داخل على محيط فيكتوريا. نعم. انت اللي بتبني سد هناك في تنزانيا عشان حضرتك الميه دي بتروح على المحيط. فحضرتك بتقطعي الميه بتاعت محيط فيكتوريا. حضرتك محيط فيكتوريا دي بتعمل فيضانات لسه النهارده في جنوب السودان غرقانه من حضرتك من الميه اللي جايه لها، مستنقعات ومش عارفه تصرفها. فعشان كده حضرتك لو اتعمل هذا المشروع حضرتك هيصهف السودان. جنوب السودان فيها مليون فدان مانجو مش لاقي حضرتك، بتبوظ بتنزل. حضرتك في حضرتك كل البلاد الافريقيه وسط افريقيا محبوسه، فهتيجي حضرتك للمواني. صحيح. الكلام ده هيعمل نهضه جامده، ثروه سمكيه حضرتك. ده هو مشروع العصر اللي جاي. الناس اللي مش عارفه الرئيس بيعمل ايه او حضرتك الجيش بيعمل ايه، الكلام ده كله وقطاع سريع هيوصل لهناك. صحيح. طب الكلام ده عايز حمايه منين؟ الجيش المصري هيكفل هذه الحمايه، هيكفل الترغل في افريقيا. صح. فحضرتك ما ننسقش ورا الناس اللي عايزه تضمه بلدنا، لا ده حضرتك احنا بنبني مش بنضمه. طيب خليني اخد مع حضرتك الفيديو الجاي ده وارجع اعلق مع حضرتك عليه. خلينا نشوف الفيديو الجاي ده ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، وشفنا مع حضراتكم الفيديو قبل الاغنية دي، وكنا عايزين ناخد تعليق من حضرتك عليه يا دكتور. حضرتك تفكيك السودان خطأ على الأمن القومي السوداني، على الأمن القومي العربي، على الأمن القومي المصري. صحيح. على أمن المنطقة كلها، على حضرتك منطقة القرن الإفريقي. حضرتك كل ده خطأ. حضرتك اللي بنراهن عليه الشعب السوداني. الشعب السوداني لازم يعرف أنه حضرتك الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عندك مقصودة. حضرتك الصهيونية العالمية بتحاول تفكك السودان وتضغط على الشعب السوداني. الشعب السوداني استحمل، وقف خلف رئيسك، خلف رئيس مجلس السياده، خلف الجيش. خلي حضرتك اتجاهك موحد، انك انت عايز بلدك موحده، عايز شعبك موحد، عايز حضرتك جيشك يبقى هو المسيطر. حضرتك ده اهم حاجه عندك. حضرتك لو وقفت كده حضرتك الكل لازم يلتزم بكلامك ولازم تتنفذ ارادتك علشان حضرتك تعيش وعلشان الناس طمعانة في أرضك. ما تخليش السودان يتفكك بعد كده مش هنلاقي حاجة اسمها سودان. صح. ده اللي بنقوله للشعب. احنا كل الناس بتراهن على الوعي، كل البلاد العربية وكل الشعوب العربية حزينة على السودان وعلى اللي بيحصل. لازم حضرتك نتمسك بأرضنا، نتمسك بشعبنا، نتمسك بنينا، نتمسك بأرضتنا، نتمسك بأرضنا. ومفيش حاجة اسمها تقسيم، ما فيش حاجة اسمها تقسيم. حتى حضرتك لو مجالس محلية اطلاق شوية حريات، انما تقسيم الثروات ده حضرتك الثروات ده تقسيم الثروات ده خطأ جدا على شعب. نعم. على الشعب السوداني. اما كل ولاية تقول انا عندي مش عارف ايه هاخد 40 50%،
ده ما مش مظبوط. فاحنا دلوقتي لابد نهينا عن اي قرارات اتخذت، لابد ان الشعب نفسه وعيه يبقى فاهم انه عايز سودان موحده، وانه يقلق من هذا الكلام وينقل القلق ده لحكومته ان احنا مش موافقين على تقسيم السودان. تقسيم السودان خلاص ما ينفعش. صحيح. فنقف خلف جيشنا وخلف حضرتك رئيسنا علشان الوقت ده هو معركه، هو حضرتك معركه وضغط على السودان من اجل تفكيكه. مش موافقين على تفكيك السودان لانه ده امن قومي عربي. حضرتك السودان الموحده اضافه للامن القومي العربي، حمايه للامن القومي العربي. فبندعو ربنا انه يعدي هذه الغمه ويعدوا الظروف الصعبه ديت الاقتصاديه الصعبه، ويفضل بلد متماسك ضايف، والجيش السوداني جيش قوي. فأرجوهم انه الوعي المواطن السوداني بناهن عليه، وهو مواطن واعي وقادر على اجتياز هذه. وبعدين في الاول وفي الاخر ارض السودان وشعب السودان هو شعب شقيق، وارضنا ارض واحده، ارض واحده وشعب واحد. صحيح. بس يا رب يعدوا هذه المرحله على خير ان شاء الله. تعدي على خير. وخلينا نشوف مع حضراتكم ونتابع الفيديو اللي جاي ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. شفنا مع حضراتكم الفيديو اللي فات وكان بيتكلم على النهضه الزراعيه في مصر. عايزه تعليق من حضرتك يا دكتور على النهضه اللي شهدتها مصر. ده حضرتك مشروع 100,000 فدان صواب. نعم. حضرتك اول ما اتقال الرقم ده لاي حد في مجال الزراعه حضرتك رقم خطير جدا. فدان الصواب نفسه بيبقى حضرتك حاجه ضخمه. اما يبقى 100,000 فدان صواب اكتر من مليون، واكتر بكتير من مليون فدان اراضي زراعيه عاديه. ده حضرتك بيعمل ايه؟ امن قومي مصري. قلنا حضرتك توفير حضرتك الخضروات، توفير فواكه، توفير حضرتك الحاجات اللي مش موجوده في المواسم، لانه حضرتك انت عارفه زراعه الصواب دي بتبقى طول السنه. فحضرتك ده بيعمل توافر الحاجات دي في السوق، بيعمل حضرتك السلع دي مهمة جدا انه السلع الغذائية تبقى متوفرة. ده أمن قومي. فأمن قومي مصري، زيادة رقعة زراعية، توفير مية، لأنك حضرتك بتعملي تربة صناعية، بتعملي في الصواب حضرتك مكان في حضرتك تربة بديلة، بيبقى حيز صغير لجدر النبات، المية ما بتتسربش في الأرض، فحضرتك بتحاولي تخفضي حوالي 70% من المية. تمام. حضرتك سد فجوة غذائية، مكافحة ارتفاع أسعار، مكافحة التغيرات المناخية، لأن حضرتك لما بتلاقي المناخ جاي مش مظبوط بيبوظ الوقت دوت من العروة دي من المحصول بتبوظ. فحضرتك بتلاقي الأسعار زادت جدا، بتلاقي مثلا احنا في مثلا عروة الطماطم تلاقي أسعارها عالية جدا. هي ايه اللي حصل؟ كان في حارة مثلا وقت التزريع ولا حاجة باظت. فالصواب بتحمي، بتوفر هذا الكلام للشعب. يبقى حضرتك متوفر عندك في أي وقت حصل في تغيرات مناخية ولا حاجة، موجود حضرتك الايه السلعة من القوات المسلحة. صحيح. بتطرح في السوق، بتخفض الأسعار، بتدي للمواطن احتياجه. طب وقت المواطن عنده احتياجاته متوفرة والسوق موجود، يبقى حضرتك بنصدر على طول. صحيح. طيب، فأعلى معدل انتاجية، أعلى مستوى من الجودة. حضرتك أنت بتقللي استخدام المبيدات 50%. نعم. ده بيؤدي إلى ايه؟ حضرتك حاجات صحية بتحفظ صحة المواطن. احنا شايفين قبل كده ان زيادة المعدل بتاع استهلاك المبيدات، وفاكرين قبل كده انه كانت المبيدات وزيادة الامراض والكلام ده، فعشان كده الرئيس قال لك انا عايز اوفر غذاء صحي للمواطن. صحيح. يبقى حضرتك الدم متوفر، لازم حضرتك هتلتزمي في بقية المناطق الزراعية بنفس الغذاء، لان الناس مش هتاخد دواء هتاخد دواء. نعم. فده مهم جدا انه حاجة سلعة موجودة متوفرة في السوق، هتضطري حضرتك تحسني بقية الايه بقية الزراعة عشان تبقى منافسة لهذا الانتاج. طيب، ده أول حاجة. تقليل الأسمدة، غذاء صحي. تقليل استخدام المية، ده حضرتك مهم جدا. أما أطلع مليون فدان أو 2 مليون فدان مايو مكافئ ليهم يعني صوب، ده حضرتك ده إنجاز. يعني حضرتك أنت هتبقى أكبر دولة في العالم في إنتاج الصوب الزراعي. صحيح. حضرتك مع الصوب الزراعية ديت احنا الرئيس أصدق بعمل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية. الشركة الوطنية ده حضرتك هي الزراع الاقتصادي للقوات المسلحة من أجل دعم المواطن والاقتصاد المصري. أما حضرتك في مجال بيؤدي إلى استهلاك
حضرتك ما تقدرش القطاع الخاص ينافس فيه لانه حضرتك عايز رأس مال كبير جدا. ده هو دور حضرتك الدوله، فحضرتك بيخش فيها القطاع الاقتصادي، حضرتك الشركه الوطنيه للخدمات الزراعيه تبتدي تخش في المجال ده، توفر السلع دي للمواطن، تعمل امن قومي مصري، ده مهم جدا. ما نسمحش على الطفرات بتاعه الايه المحاصيل الزراعيه، ارتفاعات جامده جدا. احنا بنلاحظ دلوقتي المحاصيل، حتى رئيس كان في كتاب قال في دلوقتي مشكله في مش عارف ايه في المحصول الفلاني. صحيح. اللي كان بيحصل قبل كده. طيب. في دلوقتي وحضرتك بايه ده بيسال ويطمن، بيعرف ان المشروع بتاعه هو جاب نتيجه، حضرتك بيبقى فرحان ومبسوط انه هذا المواطن وهذا رب المواطن. ما حضرتك اما توفير الغذاء ده امر واجب، ده واجب ديني. صحيح. ان حضرتك توفري الغذاء للمواطن، ده مفيش اكتر من كده انجاز، ده اول حاجه. طيب توفير فرص عمل للمواطنين، تاني حاجه فرص عمل دي مهمه جدا، انك حضرتك في وقت كورونا حضرتك في حاجات كتير للنشاط الاقتصادي مضروب، حضرتك وفرتي، حضرتك مشاريع قوميه بتجذب عماله حضرتك وبتضيف في نفس الوقت ايه لاصول موجوده للدوله. تاني حاجه حضرتك عملت ايه انك وفرتي دلوقتي سوق عمل برضه للعماله الزراعيه. صحيح. فده مهم جدا. تاني حاجه تصدير، التصدير عشان تفتحي اسواق للتصدير للصادرات بتاعتك لازم تبقى سلع على مواصفات معينه، سلع حضرتك جيده، مزروعه كويس ما فيهاش مبيدات، التحاليل بتاعتها مظبوطه، كل حاجه بتاعتها مظبوطه، وسلع جيده فحضرتك يقبل عليه، يقبله في الاسواق. ارتفعت قيمه الصادرات المصريه طفره في قيمه الصادرات المصريه السنه دي والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، ده حضرتك نتيجه دخول الايه الحاجات دي في الخدمه الشركه الوطنيه للخدمات الزراعيه، فبيفتح لك اسواق اجنبيه. طب السوق الاجنبي هيفضل على السلع دي؟ لا، بياخد معاه قاطره بتجذب الصادرات الايه قطاع الزراعه في مصر. فده انجاز الناس مش متنبهه لذلك، انه ده حضرتك عمل اما بيفتح لك سوق في بلد، يعني سي مثلا هولندا، فرنسا، روسيا، اما فتحت مثلا صادرات طماطم، برتقال، مش عارف ايه، حضرتك بيجتذب. ما عنديش انا كميه ان اوفر ده كله، انا وديت له حاجه اتبسط منها، حضرتك اعجب بيها، فتحت السوق، فعايزين من ده. ف هيبتدي حضرتك رجال الاعمال يبتدوا يخشوا في الموضوع، الصادرات المصريه تزيد، الفلاحين يبتدوا يصدروا، يبتدي يحصل عائد اقتصادي كويس ويبتدي يحصل هواج. في حضرتك ده كان حتى في تونس اليومين اللي فاتوا كانوا بيتكلموا كتير قوي على نجاح الرئيس السيسي في قطاع الزراعه، وازاي مصر بقى عندها عائد دولاري كبير من صادرات الزراعيه. نعم. فده مهم قوي، وبنقول تسلم الايادي فعلا على الموضوع ده، ان حضرتك اي مشروع بتعمليه ليه شقين، شق امن قومي، وده حضرتك عمل عظيم انك بتدعمي بلدك وحضرتك بتلبي احتياجات شعبك، وفي نفس الوقت ليه مردود اقتصادي، بتفتحي سوق للمواطنين عشان المواطن بقى يلا اشتغل. صحيح. واعمل صوب وصده، انا فتحت لك اسواق خارجيه اهو بحاجات مش هتقدر توصلها. ثالث حاجه الحاجه الرئيس السيسي رجل علم، لانه دايما بيقول لك ايه، احنا بنبني بالعلم. دي دايما يصرها عليها، مش بناخد كده الامور ان احنا عايزين نعمل شويه صواب، لا، هيعمل حضرتك في مراكز بحوث عندنا زراعيه. صحيح. في حضرتك هنبتدي ننتج بذور، هنبتدي ننتج شتلات، بيجيب حضرتك احسن شركات في انتاج البذور وانتاج الشتلات، ويبتدي يعمل استيطان ليهم هنا، يبتدوا يوطن التكنولوجيا دي ان ننتج البذور بتاعتنا، ننتج الاسمده الشتلات بتاعتنا، وده اعظم انتاج. هولندا مبنيه على الموضوع ده. صحيح. فده مهم جدا، فاحنا الحقيقه معجبين بهذا وبنشجعه وبنشيد بيه وبنقول ربنا يحميه وربنا يحمي البلد باذن الله. طيب خلينا نشوف مع حضرتك الفيديو المهم الجاي ده، ونرجع ناخد تعليق الدكتور علي. رجعنا لحضراتكم مره تانية، وشفنا الفيديو الاول عن احتفالات اعياد الرقابه الاداريه، والفيديو الثاني لكلمه السيد الرئيس. عايز اخد من حضرتك يا دكتور تعليقين على الفيديوهين اللي احنا عرضناهم. أول حاجة هنتكلم شوية عن الرقابة الإدارية، وإيه هي اللي بتعمله، وإيه هي قرارات الرئيس الجديدة في الموضوع دوت. في 57 عام على إنشاء هيئة الرقابة الإدارية. نعم. الغرض منها منع كل أوجه الفساد المالي والإداري، العمل على نشر التحول الرقمي ليشمل كل قطاعات الخدمات المقدمة للمواطنين، لأن حضرتك الحوكمة أو التحول الرقمي أو حضرتك إن كل حاجة تبقى ديجيتال ويبقى حضرتك مثبتة، ده حضرتك بيؤدي إلى
انه ننهي خالص على الفساد المالي والاداري، مواجهه الجرائم ذات الطابع الاقليمي والدولي، تاسيس الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد. الرئيس اصدق وانشا فعلا، انشا وشغاله حضرتك افتتحت تاسيس الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد لبناء كوادر رقابيه متخصصه. تمام. اعلن الرئيس بان الاجهزه الرقابيه غير مكبله على الاطلاق. احنا سمعنا الرئيس قال لك غير مكبله على الاطلاق، كل التشجيع وعدم التدخل في شؤونها، ده تكليف من الرئيس. طيب حضرتك تعيين اللواء حسن عبد الشافي، حضرتك ده اللي قال اكد ان مصر عازمه على ترسيخ شعار متحدون على مكافحه الفساد، انه الكلام متحدون على مكافحه الفساد ده رؤيه الرئيس نفسه لمستقبل مصر في الجمهوريه الثانيه. وقال لك انه الرئيس السيسي اطلق شعار مفيش مجامله مفيش محسوبيه. فهو ماشيين بهذا القرار وهذه ايه ده قرار رئيس. طيب التزام الدولة بالاستثمار في مشروعات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، وتم إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية لجودة البيانات والمساعدة في اتخاذ القرار السليم في اتخاذ القرارات. طيب الرئيس شعاره كان الوقاية خير من العلاج. نعم. في مكافحة الفساد. نعم. يعني إيه الوقاية خير من العلاج؟ إن معظم المشاريع بتاع الدولة حضرتك مشاريع حضرتك بالنسبه للطرق، بالنسبه للمشاريع العملاقه اللي بتحصل، حضرتك العشوائيات تطويرها، حضرتك الانجام محطات الميه، حضرتك الحاجات الجديده دي كلها، فدي حضرتك فرساله من الرئيس لكل مسؤول. لا كان في مستشفى حضرتك بيفتتحوها كانت ساعتها 340 سرير. نعم. وكان حضرتك رايح من بعتين عشان ينكسوها. فايه اللي حصل؟ الرئيس بعت هذا اللقاء، حضرتك بدل تم التمهل في اصدار القرار وعينتها الهيئه الهندسيه لقيتها صالحه، وحضرتك تم تجديدها وتوفير عده مليارات. فالرئيس قال لك ايه؟ قال لك يأمر كل مسؤول بالتمهل في اتخاذ قرار انه ينكس حاجه، تنكيس لاي منشاه لابد من فحصها وشايفها. تاني حاجه الرئيس قال انه اي حضرتك افتتاح اي مشروع لابد من لجنه من الرقابه الاداريه والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكافة بقى أجهزة الدولة اللي حسب المشروع يبقى ممثلة. ليه ده؟ لحضرتك قبل ما تفتتح يبقى تم معاينتها. صحيح. وتم حضرتك إصدار قرار إنها على قد المواصفات العالمية وعلى المستوى المواصفات. ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى قمة إعجاز ومتابعة من رئيس لكل المشاريع. طيب فده احنا بنشيد بذلك وبنباهك للرقابة الإدارية في عيدهم 57، وكل سنة وهم طيبين. وكل سنة ومصر كلها طيبة. الحقيقة دكتور بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على الحلقة القيمة وعلى الفيديوهات اللي عرضناها. بشكر حضراتكم على المتابعة، وإن شاء الله الحلقة الجاية نشوفكم في ذكرى 30/6، وهتبقى حلقة مهمة جدا جدا نحتفل فيها بمصر الجديدة، مصر السيسي. أشوفكم الحلقة الجاية على كل خير.